ريد بول المقزز. كتير مننا كشباب يعني بنبقى اغلب الوقت كده محتاجين حاجة تنشط عقلنا ونفضل مركزين دايما. ممكن يجي على بالك مثلا قهوة ولا حتى نسكافيه او شاي، لكن ممكن واحد من صحابك يقولك لا انا هشرب شوية ريد بول وهبقى مركز جدا. تروح تقوله انت عارف ايه حكاية المشروب ده اصلا ومين اللي اخترعه، ولو شربته صحتك هتبقى عاملة ازاي. يلا نبدأ عشان هتنبهر من التفاصيل. خلينا أقولك في البداية كده إن شركة ريد بول باعت مثلاً سنة 2021 9804 مليار علبة من المشروب في جميع أنحاء العالم، يعني بنسبة أكبر من 24% عما وصلت ل2020. وصلت المبيعات وقتها لحوالي 7 مليار يورو. وخلي بالك إن أول علامة تجارية من مشروبات الطاقة عموماً كانت ظهرت في عام 1977 في أمريكا، وفضلت تنتشر لحد ما وصلت لأكتر من 500 علامة تجارية سنة 2006. وقتها عزيز المشاهد كان مشروبات الطاقة بيتسوق لها إنه بديل قانوني للمخدرات، وهب مين بقى اللي يروح يجربها؟ المراهقين والشباب، وهم مش مدركين كمية السموم اللي داخلة جسمهم. نرجع لمشروب الطاقة ريد بول. تعرف ان صاحب العلامة التجارية دي واحد نمساوي اسمه ديتريش ماتشز؟ السؤال الاهم هنا، ايه اللي خلى ديتريش يصنع مشروب الطاقة ريد بول؟ هقولك يا سيدي، الموضوع ببساطة ديتريش ده كان راجل طموح حبتين ودرس التسويق لمدة 10 سنين، راجل يعني زي ما بنقول من العيار التقيل في عالم الماركت. المهم اشتغل في شركات كتير كمسوق، ولما بقى عنده خبرة وشوية فلوس قالك ما اعمل شركة ليا باسمي. وفعلا عمل شركة ريد بول المحدودة بالشراكة مع تشاليو يوفيديا ملياردير تايلاندي. وقتها كان بيمتلك ديتريش 49% من الأسهم، وسمى المشروب اللي أنتجه سنة 1987 ريد بول. ومع مرور الوقت بقى المشروب الأول في عالم المشروبات الطاقة. وفي يوم شرب ديتريش مشروب مذاقه مختلف ولذيذ. المهم حس انه بقى عنده شوية طاقة وقرر انه يطور من المشروب ده. وفي البداية الناس قالت يا عم هو في حاجة بتدي طاقة زي شوية الشاي؟ المهم صاحبنا بدأ يطور المشروب والشركات بدأت تقلده، لكن سيطر على الأسواق واتشهر الريد بول وبقى الماركة الأولى في العالم للطاقة. علب سودة بنكهات مختلفة وشعارات وتصميمات جذابة. تعرف انت بقى ايه الموجود داخل المشروبات دي وازاي بتأثر على جسمك؟ سنة 2017 كان في ولد اسمه ديف سكريب راح للمدرسة وكان نشيط وصحي، وفجأة بالتحديد الظهر كده وقع في الفصل على ركبته وقال لزمايله انه دايخ، واتنقل من مقاطعة ريتشلاند في الولايات المتحدة لمستشفى قريبة. وبعد ساعتين تقريبا الولد مات. والسبب الكارثي لما شرح جثته لقوا ان خلال ساعتين لما شرب مشروبين من مشروبات الطاقة ومعها شوية قهوة عطلت قلبه ومات. فيا ترى لسه عزيز المشاهد عايز يستمر في شرب السم القاتل ده؟ خلي بالك ان الكافيين هو المكون الرئيسي الموجود في مشروبات الطاقة لانه قادر على انتباهك. في دراسة منشورة في المجلة الكندية لأمراض القلب بتقول ان مشروبات الطاقة سبب الوفيات القلبية المفاجئة عند بعض الشباب. مش بس كده، وبتحتوي مشروبات الطاقة على ما بين 21 و 34 جرام من السكر لكل عبوة. ووفقا لدراسات كتير قالت ان الشباب اللي بيشربوا مشروبات الطاقة بانتظام يمكن ان يكون عندهم فرصة اكبر للسمنة ومشاكل الأسنان والسكر. الموضوع مش بس بهدلة للجسم، لا ده كمان ان الدماغ ليها نصيب من اضرار المشروب ده. بعض الدراسات بتقول ان بعد تناول مشروب الطاقة ممكن تحصل لك سكتة دماغية بنسبة كبيرة، وده نتيجة متلازمة ضيق الاوعية الدماغية الانعكاسية، واهم اعراضه هو صداع مفاجئ. طب اقول لك على حاجة اخطر من كل ده، لما تشتري الريد بول ممكن تقرا المكونات هتلاقي صورة عليها تور، وده مش ممكن من فراغ. المادة اللي بتدي طاقة في المشروب ده هو الكافيين اكيد، لكن بنسبة 80 ملي، إنما في حاجة اسمها تورين، وده للأسف عزيز المشاهد ده السائل المنوي للتور، بيكون بنسبة 100 ملي في المشروب. الشركة بتقول إن ده كان زمان، لكن هما بيصنعوا المشروب دلوقتي في معامل، سواء هما صادقين ولا لأ. أنت أصلاً هيكون ليك نفس تشربه تاني وتستمتع بيه؟ هسيبك تقول لنا رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ياريت شير كتير مع أصحابك، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عين مصر.